حط لي زبده انت بخيل بالجبنه، تعش بالجبنه لك ده بخيل فيها، خفت الجبنه زاهد الله والله بخيل لك الجبنه ما فيها جبنه. هي شوف زاهد يا ابو زاهد يا اخي روح جرب غيري شوف اذا بيحط اكثر مني لا احكي معي. طيب خلينا نشوف غيره. أثار هذا الفيديو جدلا وغضبا كبيرين في لبنان خلال 24 ساعة الأخيرة، فما شاهدناه للتو هو فيديو لأحد صانعي المحتوى اللبنانيين ويعرف باسم دكتور فود، وهو شاب يقوم بصنع فيديوهات متخصصة بالأكل والمطاعم وتقييمها بأسلوبه الخاص. لكن ما الذي حدث؟ الفيديو الأخير له لم يكن موفقا بحسب ما رأى آلاف اللبنانيين على السوشيال ميديا، فهو يقوم بزيارة إنسان بسيط يبيع الكعك في مدينة طرابلس بمبلغ زهيد جدا. يقف الشاب أمام البائع المسن يقوم بتجربة الكعك المحشو بالجبن، ثم يتهم البائع بأنه بخيل ويدور نقاش بينهما، ومن ثم ينشر الفيديو لتشتعل بعدها موجة غضب شديدة، ويقرر صانعو محتوى آخرون تنظيم حملة لدعم البائع واسمه هيثم ضناوي. دعونا نشاهد. بتعاشد هاليدين حبيبي قلبي الله يعزك، يلي العالم كلياتها بتحلف بحياتها لانك انت عم تاكل من رزقك. بكفي معلمي من عرق جبينك. هالمعلم هيثم موجود بساحة النور. هالاسلوب التنمري الغير اخلاقي الغير مهني اللي بتستعمله عادة باسلوبك هذا ما بيمشي معنا، يعيب الشوم على هيدا الأسلوب. توازيا مع هذه الحملة أطلق ناشطون لبنانيون هاشتاغ قاطع دكتور فود، كما طالبوا بالتبليغ عن محتواه لإدارة موقع انستغرام، متهمينه بالتنمر والتعالي على البسطاء والفقراء واستغلال حاجتهم بالمال أو المال. رغم طبعا المقابلة الدكتور فود بشراسة على منتقديه، كشف لمتابعيه بأن ما قام به كانت تمثيلية قصد منها الإثارة وتقديم المحتوى بشكل مختلف، وأنه مع زبائن باع الكعك هذا منذ 20 عاما ولا يقصد إهانته أو الإساءة إليه، وقد نشر فيديو يوثق اتفاقه مع الرجل قبل تصوير المقطع المثير للجدل. ولا قال لي هيك، قال لي مين انت، مين انت اللي حتى عملت لي ضيف عمو صايم سيب الكعكه بايدك، قال لي هيك، قال لي مين انت، هي افضل كعكه بالعالم، انت مين قال لك انه هيدي من الطيبه، هي افضل كعكه، وعيد علي وانت شقل علي. حول ما حدث على مستوى السوشيال ميديا معي من مدينه طرابلس شمال لبنان الناشط عبد الرحمن السيد. اهلا بك استاذ عبد الرحمن معنا على سكاي نيوز عربيه. اهلا بك استاذ، حياك الله أستاذ عبد الرحمن. طبعا هذا جدل كبير على السوشيال ميديا حول هل أخطأ يعني دكتور فود بما قام به، أم أنها فعلا يعني وسائل يتم استخدامها وتوظيفها على مستوى التواصل الاجتماعي؟ كيف تقيم هذا الموقف أستاذ عبد الرحمن؟ عزيزي بداية يعني حضرته نشر الفيديو يلي قال أنه هي كانت تمثيلية، أنا حبلش من هون واللي هو ختم فيها دفاعا عن نفسه، ولكن هو سمح لنفسه هذا الشخص اللي اسمه دكتور فود انه يستغل الأزمة الاقتصادية يلي مارقين فيها بوطننا لبنان لحتى لي يدفع بائع الكعك الطرابلسي يلي كمان هو عم يعاني من هيدا الفقر ومن هيدي الحالة الاقتصادية الصعبة بلبنان، دفعه انه يقبل انه ياخذ منه مبلغ من المال لقاء انه هو يجمع لايكات ومشاركات ينشرها عند معجبينه، يلي انا اصلا فعليا ما بعرف على شو معجبين بالمحتوى، هن لهم الحق الكامل انهم يتابعوا من يريدون، ولكن نعم. التنمر على شخص اول شيء بعمر بيو هو عم يشتغل بكرامته، برجع بعيد بنص هيدا الأزمة الاقتصادية اللي احنا مارين فيها بلبنان، هذا الزلمة لم يرضى انه يروح يقعد ببيته، لم يرضى انه ما يطعمي ولاده، عم يوقف من الصبح لاخر الليل عم يبيع كعكة جبنة عفوا حقها 6000 ليرة مينيموم، يعني يكون هو يروح يغير المحتوى اللي بيعمله او يدعمه ب2000 طريقة، ورب ضرة النافعة. يعني سبحان الله من امبارح من وقت ما بلشت الحملة نتيجة نشر دكتور فود للفيديو اللي عم يتنمر فيه على الحاج هيثم ضناوي، الحمد لله يعني كل الناس بينت طيب. عن معدن الأصيل وعن شهامتها ونزلت زارت العم هيثم ضناوي بساحة النور،
واشتريت من عنده الكعكه الطرابلسيه اللي هي كمان مشهوره في مدينه طرابلس، الكعكه الطرابلسيه. لكن استاذ عبد الرحمن، هل تعتقد هذا كافي؟ يعني ربما بعد هذا الفيديو كان هناك نوع من الدعم من نشطاء اخرين. نعم. لكن هل هذا نعم. كافي؟ طبعا هذا غير كافي، طبعا هذا غير كافي، لانه المشكله الاساسيه اللي احنا بنواجهها مش بس بوجود العم هيثم ضناوي وامثاله الكثيرين في لبنان يلي عم يرزحوا تحت خط الفقر بسبب هيدي الازمه الاقتصاديه، ولكن المشكله مع صانعي المحتوى يلي سولتهم انفسهم انه يستخدموا هيدي المنصات الافتراضيه او الهاله الافتراضيه اللي حولهم، ويسمحوا لنفسهم انهم يتنمروا على اشخاص او يعطوا اراء اقل ما يقال عنها ان هي يعني ما بعرف بشعه، خليني اقول. لكن البعض سيد عبد الرحمن، انا دعني هنا انقل فكره كثير من الاخرين الذين يقولون في السوشيال ميديا هناك خداع لجلب طبعا مشاهدين اخر وهكذا، يعني انتم تبالغون في ردة فعلكم. نعم، هي القاعدة بعلم الإعلام إذا بدنا أو التسويق إنه bad publicity is still publicity، ولكن حتى bad publicity لها حدود، يعني أنا لا أستطيع أن أمارس فوقية وعنجهية وتكبر وتنمر على آخرين بحجة إن أنا عم أدعمهم، لا، يوجد الكثير من الطرق الأخرى لأدعمهم. أنت كصانع محتوى لديك الحق الكامل أنك أنت تروح تهاجم وتعطي انتقاد أو تعطي آراءك بكل المطاعم في لبنان، ولكن يعني حتى ولو أنت كنت قاصد بنية حسنة وأنا أشك بذلك، يعني ولكن أنا ما فيني حاسب عن النوايا، أنت سمحت لنفسك أنك تجبر هيدا الشخص بسبب هو الوضع الاقتصادي طبعا أنه يقبل معك أنه يصور هيدا الفيديو. هو عم يحسب هيدا العم هيثم ضناوي حسب أنه أنا عم طلع مبلغ بسيط من المال لأرضي في عائلتي وأرسم البسمة على وجه أطفالي. هو لو ما في هيدا الوضع الاقتصادي ما كان قبل على حاله يعمل طيب. أصلاً هيدا الدعاية. مشكلتي مع دكتور فود أنه سمح لنفسه يستغل المال اللي عم يجنيه عن طريق السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي ليمارس هيدا القوة على العم هيثم ضناوي. طيب، وصلت الفكرة بشكل كامل. نعم. من مدينة طرابلس شمال لبنان. الناشط عبد الرحمن السيد، شكرا لك. شكرا.